الانخراط في سوق العمل مرتكز أساسي في تحسين الرفاه الاقتصادي، لذلك يشكل العمل والتشغيل بالنسبة للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة جزءا هاما في خطط الدولة الإنمائية. وفي هذا الصدد تسعى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى تحقيق هدف تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع كأشخاص مؤهلين وفتح باب الشراكة المجتمعية مع الجهات الداعمة لمبدأ رعاية هذه الفئة. نحاول نوسع هذه التجربة، نوظف معاقين أكثر، نشوف يعني هذه حتكون تجربة لنا، نشوف وين النواقص، وين المشاكل، وين الثغرات ونحاول نسدها. نسعى مو فقط لتحديد أو لتعيين نسبة 4% المحددة والمخصصة لأصحاب ذوي الإعاقة، ولكن نسعى لتعيينهم في أماكن تضمن لهم إنتاجية وكفاءة عمل. ويتأتى ذلك من خلال مبادرة معهد البناء البشري لتدريب فئة الرعاية الاجتماعية في الدولة، والتي تتضمن عملية التدريب النوعي لفئة ذوي الإعاقة والسعي لتوظيفهم ودعم مشروعاتهم الصغيرة، إضافة إلى مد جسور الشراكة والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص. معهد البناء البشري صاحب المبادرة في هذه الحملة لاستحداث برامج تدريبية نوعية تخدم مجموعة من الإعاقات بأعداد قليلة جداً. كل برنامج تدريبي راح يحتضن 20 معاق فقط حتى يتم تطبيق تجربة تدريبهم تدريب نوعي مقترن بالتوظيف. جهود كبيرة تقوم بها دولة الكويت متمثلة بأجهزتها المختصة بشؤون ذوي الإعاقة من أجل احتضان هذه الفئة ودعمهم وتمكينهم من خلال توفير بيئة آمنة تحتضن مهاراتهم وتكتشف إبداعاتهم وتستثمر طاقتهم في كل المجالات باعتبارهم قادة المستقبل.